السماحة المفتي المنتخب الشيخ عبد اللطيف دريان، الإخوة الوزراء والنواب والقضاة المحترمون، الإخوة السفراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم مبارك نجتمع فيه على وحدة كلمة المسلمين في لبنان، وعلى رفع راية دار الفتوى والتضامن من حولها لتبقى أمينة بإذن الله على قول الحق وإقامة العدل وتعميم الخير وترسيخ القيم التي قررها القرآن الكريم ودعانا إليها الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم في أمتنا وجماعتنا. إن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري معنا في هذا اليوم لتبارك الجهد النبيل الذي قمتم به وتوصلتم من خلاله إلى اختيار الشيخ عبد اللطيف دريان ليتولى قيادة دار الفتوى في مرحلة من أصعب المراحل في تاريخ لبنان، كما أنها مرحلة صعبة في العلاقات بين المسلمين. الآمال معقودة عليكم يا صاحب السماحة في حماية الوحدة الإسلامية والتأكيد على خطاب الاعتدال في المحافظة على مكانة دار الفتوى ودورها التاريخي كركن أساسي من أركان الوحدة الوطنية اللبنانية، والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين. التحديات التي تواجه لبنان والأمة كثيرة وخطيرة، والله سبحانه وتعالى لن يغفر للمفسدين في الأرض الذين يريدون أن يتخذوا من ديننا وشريعتنا ورسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيلة للإرهاب والتسلط واستدعاء الانقسام والفتنة. المسؤولية الملقاة على دار الفتوى وعلى كل العلماء المسلمين في هذه المرحلة من حياة الأمة هي مسؤولية كبرى لا تحتمل التردد أو التخلف عن مواجهة التطرف وإنقاذ رسالة الإسلام والمسلمين من السقوط في هاوية الإرهاب. ونحن من مواقعنا السياسية نتحمل المسؤولية أيضاً، ولن نرضى لقلة من المتطرفين أن تأخذ الإسلام والمسلمين إلى مواجهة مع باقي الشركاء في الوطن والأمة. إن تلك الحفنة التي تقوم باقتلاع المسيحيين في العراق من أرضهم وتاريخهم هي فئة ضالة معادية للإسلام وخارجه وخارج على رسالة النبي العربي صلى الله عليه وسلم. من هنا طالبنا بموقف عربي وإسلامي واضح يحمي الحياة المشتركة بين المجموعات الدينية في المنطقة وفي لبنان تحديداً، الذي توافقنا على العيش المشترك بين أبنائه، وسنحمي هذا العيش
بكل ما نملك بإذن الله. أصحاب الدولة، أصحاب السماحة، لقد كان للهبة النبيلة التي تقدم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله الوقع الطيب لدى جميع اللبنانيين الذين عبروا عن شكرهم للمملكة وقيادتها وشعبها، ووجدوا في هبة خادم الحرمين عملاً أخوياً صادقاً لا وظيفة سياسية له سوى دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها العسكرية والأمنية. إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين كانت وستبقى النصير الصادق للبنان في مواجهة كل المحن والفتن، وإنني إذ أجدد باسمكم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بطول العمر ليبقى ذخرا طيبا للعرب والمسلمين. أتوجه بالشكر الخاص في هذه المناسبة إلى جمهورية مصر العربية التي أسهمت عبر سفارتها في بيروت بتعبيد الطريق الصحيح إلى هذا اليوم المبارك. شكراً لحضوركم جميعاً، ومبروك لمفتي المسلمين في لبنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.